بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إزايكم حبايبي؟ عاملين إيه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. إحنا طبعا في الصيف وقلت أطر كده على قلبكم وأجيب لكم حاجة كده إيه بتموتوا فيها. طبعا أنا عارفة أنتوا بتموتوا فيها لأن كلنا بنموت في الآيس كريم في الصيف وفي الشتاء كمان. أنا عارفة الآيس كريم ما بيختلفش عليه اتنين. تعالوا بقى نعمله في البيت بمكونات طبيعية وصحية 100% ومن غير تكاليف كتير. يعني مش هنحتاج غير الفاكهة الموجودة عندنا، وهنشتري بس حاجات بسيطة خالص هقول لكم عليها. يعني موجود عندك مانجا 100 100، موجود عندك جوافة 10/10، موجود عندك فراولة هايل خالص، موجود عندك موز تمام، موجود عندك بطيخ حلو قوي، ليمون حلو قوي. بصي جميع انواع الفاكهه اللي عندك بتتعمل ايس كريم. انا كان موجود عندي ايه في الفريزر؟ كان موجود عندي اللهم صل على سيدنا محمد فراوله، وموجود عندي مانجا، وموجود عندي موز. قلت بقى استغلهم، كان عندي في الفريزر موجودين بقى لهم فتره في الفريزر، قلت استغلهم واعمل ايس كريم. حتى الموز كان موجود عندي في الفريزر، يعني انا كان عندي كميه زياده شويه فحطيت كام واحده كده في الفريزر، قلت اعملهم ايس كريم قدام. والنهارده نفع وطلعت وقلت اعمل ايس كريم. طيب تعالوا بقى نقول المقادير. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه عندنا طبعا احنا كنا عاملين الزبادي مع بعض قبل كده، وموجود الفيديو بتاعه على القناه، يعني عايز يعرف طريقه الزبادي موجود على القناه قبل كده عاملينه. طيب هنجيب الزبادي اللي احنا عاملينه، او هتشتري بقى زبادي. الفاكهه بقى اللي انت عايزاها تكون لسه طالعه من الفريزر ومتجمده. وعندنا عسل، طبعا ينفع عسل ابيض، ينفع عسل جلوكوز، ينفع عسل شربات الكنافه التقيل. انا عاملاه بصراحه عسل في الشربات الايه الشربات ده اللي بنعمله العسل اللي بنعمله الكنافه بس يكون تقيل. ماشي، اللهم صل على سيدنا محمد. وهنحتاج عصير ليمون، وهنحتاج كريم شانتيه، اللهم صل على سيدنا محمد. وهنحتاج ايه تاني؟ وهنحتاج شويه لبن صغيرين، وطبعا قلنا الزبادي والفاكهه بتاعتنا اللي عندنا بس كده. طبعا انا هسيب لكم جميع المقادير ان شاء الله في الديسكريبشن اللي هو صندوق الوصف اللي تحت الفيديو على طول باذن الله. طيب هنبتدي دلوقتي نعمل ايس كريم الفراوله. هنجيب كميه الفراوله اللي عندنا، انا عندي حوالي نص كيلو، اللهم صل على سيدنا محمد. كان طبعا مغسول ومتنضف متفرز عندي جاهز في الفريزر، طلعته لسه مجمد زي ما هو، حطيته في الخلاط. انت ممكن تحطيه في الكب عادي. ماشي، انا الكب بعافيه زي ما قلت لكم قبل كده في الفيديو اللي قبل كده، فحطيته في الخلاط. تمام، هنبتدي نحط عليه ايه بقى؟ هنحط عليه بص اي حاجه، يعني هتاخدي دي الاول ده الاول، بصي كله هيتحط على بعضه في الاخر. فانا اللي قدامي الكريم شانتيه حطيت الاول. بصي حطيت على نص كيلو فراوله 3 معالق كريم شانتيه، وحطيت عصير ليمونه. ماشي، اللهم صل على سيدنا محمد. ربع كوبايه لبن، ومج كبير كده حلو زبادي، يعني بما يعادل 200 جرام زبادي، او علبتين، عبوتين من اللي هما اللي بتشتريهم من بره، عبوتين زبادي. اللهم صل على سيدنا محمد. هتحط بقى العسل، يا اما عسل ابيض، يا اما عسل الجلوكوز، يا اما شربات الكنافه التقيل، يفضل ده احسن من الايه من السكر. تمام، حطيت كل المقادير اللي قلت لكم عليها على بعضها في الخلاط، وهبتدي اللي انا اخلطهم في الخلاط. انا هروح دلوقتي في الخلاط واخلطهم كويس عشان بس ما ازعجكوش بصوت الخلاط. بصوا عايزه اقول لكم، وانا بضربه في الخلاط حطيت حاجه بسيطه كده من اللون الاحمر، اللهم صل على سيدنا محمد، الوان الطعام طبعا اللي مصرح بيها اللي انت تاكليها، حطيت يا دوب حاجه بسيطه كده. ماشي، فاللهم صل على سيدنا محمد، تعزز بس اللون كده شويه. خلاص فضيت بعد ما ضربته حلو قوي الخليط بتاع الفراوله والحاجات اللي احنا حطيناها، حطيتها بقى في حاجه لقيتها بس ايه ضيقه شويه، ففضيتها بقى في علبه كبيره واسعه شويه. تمام، بعد ما خلصنا ايس كريم الفراوله نبتدي بقى الايس كريم المانجا. هنحط بقى كميه المانجا اللي عندنا، اللهم صل على سيدنا محمد. بصي المقادير اللي انا بقولها لك على نص كيلو، يعني نص كيلو مانجا، نص كيلو فراوله، نص كيلو موز، نص كيلو بطيخ، اي حاجه اللي موجود عندك. ماشي، هتحط عليهم اللهم صل على سيدنا محمد 200 جرام زبادي، وحوالي نص كوبايه عسل، والعسل برضو على حسب تذوقك. بعد ما تضربيه كده في الخلاط دقيه، لقيتيه محتاج لسه عسل حطي، على حسب ايه انت بتحبي ايه. ماشي، اللهم صل على سيدنا محمد. وطبعا ربع كوبايه لبن، وطبعا عصره ليمونه،
اللهم صل على سيدنا محمد، وثلاث معالق كبار كريم شانتيه. لو ما عندكيش الكريم شانتيه الساده حطي باكو كريم شانتيه، يا اما باكو يا اما ثلاث معالق كبار كده حلوين مليانين. تمام، تضربيهم بقى حلو قوي في الخلاط. خلاص بعد ما ضربته شايفين بقى القوام بتاعه حلو قوي، بموت انا في ايس كريم المانجا، حلو قوي بجد، طعمه خرافه ما شاء الله عليه. خلاص انت انا خلصت، خلاص اهو هبتدي بقى انا اغطي الطبق ده واحطه في الفريزر مع اخوه اللي هو ايس كريم الفراوله. مش هغسل بقى اللهم صل على سيدنا محمد البتاع ده، وهشتغل فيه على طول اللي هو الايه الشفشق الخلاط. ماشي، شايفين ده بقى الموز اللي هعمله، هو طبعا كان بقشره وانا قشرته، الحته السمراء اللي فيه دي على فكره انا هشيلها قبل ما احطها في الخلاط، مش هحطها كده. تمام، وعندنا طبعا العسل والكريم شانتيه والليمون وربع كوبايه لبن اللهم صل على سيدنا محمد والزبادي، وادي شفشق الخلاط مش هغسله، خلاص هعمل مكانه مكان الموز عادي، مكان المانجا عادي، مفيش مشكله خالص، الموز والمانجا يعتبر اللون مقارب لبعضه. تمام، ابتدي بقى انزل، نزلت انا بالموز وابتدي انزل الموز، طبعا زي ما قلت لكم كان في الفريزر بالقشر بتاعه، مش مقشره وحاطاه في الفريزر، لا كان في الفريزر بالقشر، بعد ما طلعته وقشرت منه القشر ماشي وحطيته في التلاجة، حطيت عليه جميع المكونات، نفس المكونات اللي احنا حطيناها قبل كده اللهم صل على سيدنا محمد على المانجا وعلى الفراوله. وطبعا هنكرر العمليه، هنضربهم حلو قوي في الخلاط اللهم صل على سيدنا محمد. عندك علب بقى اللي هي علب التلاجة دي اللي بوطيان المستطيله دي، حطي فيها تبقى حلو قوي. انا عندي بصراحه بس ما كانوش فاضيين، ان شاء الله باذن الله هشتري بزياده. خلاص كده خلصنا ثلاث انواع، فضيت خلاص الموزه اهوت اللهم صل على سيدنا محمد، ادخله الفريزر ساعه كده ساعتين وابتدي بقى اللي انا اطلعه واقدم منه. شايفين الجمال، بسم الله ما شاء الله، ادي الفراوله حلو قوي ولونها حلو، ودي المانجا لونها جميل برضو، وده الموز بصراحه ايس كريم الموز بيبقى تحفه كمان، ولا الجوافه ان شاء الله باذن الله هعمل لكم الجوافه والشوكولاته والحاجات التانية اللي ما عملتهاش النهارده هعملها معاكم وبطريقه تانية باذن الله هتعجبكم. وايس كريم الشوكولاته ده طبعا تحفه الكل بيحبه، اطفال وكبار وما شاء الله عليه انا، حلو قوي. شايفين بقى الجمال، حاجه كده خيال، واللون حلو قوي. هنبتدي بقى اللي احنا ايه بالمعلقه بتاعت ايس كريم كده، ونحط في الكاسات، تحط في الكوبايات، في اي حاجه بقى اللي هتقدمي فيها لاولادك ولجوزك طبعا وللضيوف لو عندك ضيوف. انا عايزاكي تعملي كل حاجه في البيت، ما تعتمديش ان انت تشتري كل حاجه من بره. اقعدي كده بس كده انت وركزي، هتعملي كل حاجه في بيتك، مش هتحتاجي ان انت تشتري اي حاجه، طبعا هتوفري والحاجه كده هتبقى طبيعيه وحلوه في البيت. وانت طبعا عارفه يعني الحاجه اللي بتتعمل في البيت اللهم صل على سيدنا محمد بتبقى يعني غير ان هي الجوده بتاعتها حلوه، انت عامله بايديكي وعامله اللهم صل على سيدنا محمد مكونات طبيعيه وحاجات موجوده عندك في البيت من غير مواد حافظه ومن غير اي حاجه. الطعم بصراحه بيبقى حلو قوي. وشوف انت بقى لو هتاكلي الايس كريم دي بره هتاكلي الكاسه دي بكام، شوفي بقى اللي هيديها لك الكاسه دي بكام، شوفي انت بقى. ده غير ان هو طبيعي، عمر ما اي حد هيعرف يعمله لك، هو مش هيعرف، هو عمر ما حد اصلا هيعمله لك بالجوده دي. طبعا اي حد بيبقى عايز يكسب فمش هيحط لك المواد طبيعيه 100% زي ما احنا حاطين. بسم الله ما شاء الله، عايزاك تعملي كل حاجه لاولادك في البيت وما تحرمهمش من حاجه، وطول الصيف عايزه الايس كريم عندك ما يتقطعش من التلاجة. يلا بقى اللي لسه ما اشتركش معايا ينزل يشترك، هيلاقي كلمه اشتراك موجوده تحت الفيديو موجوده كده باللون الاحمر، هيدوس عليها ويفعل زر الجرس، هيظهر له ثلاث اختيارات، هيختار الكل علشان يوصلوا اشعار بكل فيديوهات ان شاء الله باذن الله. وطبعا شعارنا الجاي افضل باذن الله، كل فيديوهاتي اللي هنزلها وكل وصفاتي ان شاء الله باذن الله انا متاكده ان هي تعجبكم. وطبعا قبل ده كله اوعي تنسي اللايك، لو انت مشتركه او مش مشتركه برضو دوسي لايك. تمام،
يلا أسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.